المسيح يا حمل الله يا حامل خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. يا ليسون يا ليسون يا رب ارحم يا ليسون يا ليسون ارحمنا يا الله يا ليسون يا ليسون اسمعنا Yeah, 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 yeah.
إكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلام وبنيا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وحبما لنا والذين قدموها يا رب افز مروت جيف نوت فيوت بيفان تكراتور آمين. افز مروت جيف مونو جنيس انشير يسوس بخريستوس بن شويس آمين. افز مروت جيف ابن مايس اواب امباراكليتون فم بري فبستنيم ونيت بنوت مشوس بنوت من سوتير يسوس بخريستوس جافرسك بوزيني قون أب إروسينير ونباريير أف شبتنير وف أفتي أسوير أفتي توتين أفتين شاريتاي ونوثاي إن سوفون مارين تيوروبوس انت بريرون خن فايوس وفاين من يوتير ونتيبن أنخ خن هيرين فين شمي بانتوكراتو ورب شوي سيبن نوتي روسي بكساستي يايسون نيب اب شوي سيبن نوتي بيبان تكرا تور إف يو تمبن شويس أو بن نوتي وبن سوتير إيسوس بخريستوس وي ثانك يو فور everything concerning everything and in everything For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Pray, Lord, have mercy and compassion upon us. Hear us, help us, and accept the supplications and prayers of His saints. For Thou, which is God on our behalf at all times,
make us worthy to partake of the communion of his holy and blessed sacrament for the remission of our sins. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك من هذه المائدة المقدسة وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. In the midst of this day, my father, the priest, the deacon, the clergy, and all the people, my weak self, be absolved from the mass of all holy in the Father, Son, and Holy Spirit, and from the mass of one holy Catholic and apostolic church, and from the mass of the 12 apostles, and from the mass of the beholder of God, the evangelist, Saint Mark, holy apostle, and Martin, Saint Stephen the Patrick, our teacher, Dioscorus, and apostolic, Saint Peter, and last Martin, high priest, Saint John Chrysostom, Saint Cyril, Saint Basil, Saint Gregory, and from the mass 150 and Constantine, and 150 at Constantinople, 200 Ephesus, and from the Mass of our Father, the High Priest, Pope Paul II, and from the Mass of our Father, Bishop Ambabulus, and from the Mass of my Father, the Priest, and from the Mass of Magic Seb, being the least, for blessed and full of glory is the Holy Father and the Son of the Holy Spirit, now and forever, unto the age of all ages. Amen. Yeah.
البولس فصل من رسالة معلومة بولس الرسول إلى أهل روميا بركاته علينا أمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس إن الإنسان الذي يفعله يحيا به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي لينزل المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من بين الأموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ أن الكلمة قريبة منك وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع وأمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات فأنك تخلص، لأن بالقلب يؤمن به للبر وبالفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، إذ للجميع رب واحد، غني لكل من يدعوه، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارث؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كم هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن أشعياء يقول: يا رب من آمن بخبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب. إذن الإيمان بالسمع، والسمع بكلمة المسيح. لكنني أقول: لعلهم لم يسمعوا، وكيف ذلك وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها وإلى أقاصي مسكونة بلغت أقوالهم؟ نعمة الله الآب تحل على روحنا يا أبايا وأخواتي الجميع، آمين. The Catholic Epistle from the Second Epistle of our teacher St. Peter, may his holy blessings be with us all, amen. For this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Yes, I think it is right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory: this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain. And we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in the dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Do not love the world nor the things in the world. The world is passing away and its lust, but he who does the will of God abides forever. Amen. Yeah.
تخصيص فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا يا أباء وأخواتي أمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة 9، وكان رجل أعرج من بطن أمه، هذا كان يحمل كل يوم ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سألهما يريد أن يأخذ منهما صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فتفرس فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامش. وامسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت ساقاه وكعباه فوسب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويسب ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكان يعرفون أنه هو الذي كان يجلس يسأل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا خوفا ودهشة مما حدث لهم. وبينما كان الرجل الأعرج متمسكا ببطرس ويوحنا تبادر إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون، لماذا تتعجبون من هذا؟ ولما تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا إن جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله أباءنا مجد فتاه يسوع هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، وأما أنتم فأنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه، اسمه هو الذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة يا أبا وأخواتي آمين. بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد. اليوم الرابع من شهر كياحك المبارك أحسن الله استقباله وأعاد علينا أن نحن مغفوري خطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 62 ميلادية استشهد القديس أندراوس الرسول وهو أخو بطرس الرسول، ولد في بيت صيدا إحدى بلاد الجليل، وكانت مهنته صيد السمك، كان تلميذا ليوحنا المعمدان الذي أرشده إلى السيد المسيح فتتلمذ على يديه وصار أحد الاثنى عشر رسولا. وبعد حلول الروح القدس في يوم 50 بشر بالإنجيل في بلاد الشام، ثم في آسيا الصغرى وأخائية وكبادوكية وغلاطية وبيسينية، وأخيرا استشهد في مدينة بطراس إحدى مدن أخائية ببلاد اليونان، وذلك أنه ذهب إليها وأخذ يبشر أهلها بالإنجيل، فآمن معظم أهلها على يديه وكاد يمحو عبادة الأوثان. ولما أحس الوالي بذلك قبض على القديس أندراوس وأمره بالتبخير للأوثان وإلا مات مصلوبا، فرفض القديس واعترف بالسيد المسيح أنه الإله الحقيقي الذي افتدانا بدمه، فغضب الوالي وأمر بصلبه ليموت نفس ميتة الذي يبشر باسمه، ففرح القديس بذلك وعمل له صليبا على شكل علامة إكس، وهو إلى الآن يسمى صليب أندراوس، وصلبوه عليه فبقى على الصليب يومين يعز الناس ويثبتهم في الإيمان حتى أودع روح الطاهرة بيد الرب ونال إكليل الشهادة، فأنزل المؤمنون جسد الطاهر من على الصليب ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلوات القديس أندراوس فلتكن معنا أمين. فيها أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد يوحنا الهرقلي الذي استشهد في يوم 4 بقونة، ومازال جسده محفوظا مع جسد خاله الشهيد أبي فام في قرية أم القصور مركز منفلوط بمحافظة أسيوط. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تم نقل جسد القديسين العظيمين الأنبا بشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وصديق جهاده الأنبا بولا الطموهي من إنصنة لشرق ملاوي إلى دير الأنبا بشوي العامر بوادي النطرون ببرية شهيد المقدس.
وكان ذلك في سنة 842 ميلادية في عهد البابا يوساب الأول البطريرك 52، الذي أراد نقل جسد الأنبا بيشوي إراديرو ببرية شهيت ليكون بين أولاد الرهبان. ولما قام المكلفون بهذه المهمة بوضع جسد القديس الأنبا بيشوي في السفينة، تعطلت عن المسير، وكان هناك شيخ قديس يدعى أرمية أخبرهم بأن المركب لن تتحرك بجسد الأنبا بيشوي وحده، لأنه كان يوجد عهد بين القديسين الأنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي أن يظل غير مفترقين في أيام غربتهما على الأرض وبعد نياحتهما. فرجعوا وحملوا جسد الأنبا بولا الطموهي ووضعوه في السفينة، فتحركت للحال وصارت في سلام، فسبحوا الله ومجدوا قديسيه. ولما وصلوا إلى دير الأنبا بيشوي وضعوا الجسدين في صندوق واحد داخل الكنيسة، وما زال يرقدان في مقصورة جميلة إلى يومنا هذا، وتظهر منهما بعض الآيات والمعجزات. بركة صلواتهما فلتكن معنا لربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.
سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بإنجيلك المقدس بطلبات قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك يا رب اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع إنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لماري متى الإنجيل والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين السماوات تذيع مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه في كل الارض خرج منطقهم والى اقطار مسكونه بلغت اقوالهم هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومليكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي له المجد دائما إلى الأبد آمين ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفو كل مرض وكل سقم واما اسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه الاول سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس اخوه يعقوب ابن زبدي ويحنى اخوه فيلبوس وبرسلماوس توما ومتى العشار
يعقوب بن حلفاوة الداوس سمعان القانوي ويهوذا الأصخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تذهبوا وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراب بيت إسرائيل الضالة وفيما أنتم ذاهبين اقرروا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا المرضى أقيموا الموتى طهروا البرص اخرجوا الشياطين مجانا أخذتم مجانا أعطوا لا تقتنوا لكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا لكم في الطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعامه وأي مدينة أو قرية تدخلونها فافحصوا من فيها مستحقون وأقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت سلموا عليه فإن كان البيت مستحق فليأتي سلامكم عليه ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة أو القرية وانفضوا غبار أرجلكم الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين راحة أكثر مما لتلك المدينة
forgive me and pray for me. Shlele flogison Ebie prosefkista site Erini pasin Etomne formed man in incorruption, and death which entered into the world through the envy of the devil, ye have destroyed by the life-giving manifestation of your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. Ye have filled the air with the heavenly peace, by which the host of the angels glorify you, saying, Glory to God in the highest. Peace on earth, goodwill toward men. Pray for the perfect peace, love, and the pure apostolic cases. Lord, cleanse us from all blemish, all guile, hypocrisy, all craftiness, and the remembrance of vice bearing and death. And make us all worthy, our Master, to greet one another with a holy kiss, that without casting us into condemnation, we may partake of your immortal heavenly gift. Bil Messias, wa Rabbana. One another in the Holy Ghost, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. O Lord Jesus Christ, the Son of God, hear us and have mercy upon us. Offer, offer, and understanding, trembling, and look to us, that he is not a Satan. Through the intercession of the Theotokos, Saint Mary, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. We worship you, O Christ, with your good Father. Truly indeed it is meet and right. O Yoda, be master, Lord God of truth, be before the age and reigning forever, who dwells in the highest and looks upon the law, holy, who has created the heaven and earth, the sea and all that is there. Erin, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, by whom he hath created all things visible and invisible, who is seated upon the thrones of his glory, and who is worshipped by all the holy powers. You are seated
stand. Before whom stand the angels, the archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the powers. Towards the east. You are here on home stand. The cherubim with four eyes and the seraphim with six wings, praising continuously without ceasing, saying, let us worship you, and the seraphim glorify you, proclaiming and saying, holy, holy, holy Lord. قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، وأنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من جهة خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. في اليوم الثالث
جالس وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. برحمتك يا رب وليس كخطايا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه في مهورس من أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين والموحيتين. نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكرا. آمين. وباركه. آمين. وقدسه. قسمه وأعطاه لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. طايريتيون بيك أبوت من إنسى بذبنون أفسد بإبر خنور بن أمو وإطاف شبه مور. اسمه إيروس. آمين. أبقر أجياز نمو. آمين.
Αυτή ευωνείται ο Βουνάγιος μας της ο Αναπόστολος της ο Ευγόεμος Ζέτσις ο Ευελέν Χετφητήρο Βαϊγάρ πίπα έσνοφεν τέτης εσύ κυμβέρι έτεν ον φεύολε γίνθεν ον χαμίσιν σιτίβ Ευκο ευωλεν τένεν νόβι Vay aret feba erev mevi. Vay aldevones mi ame. Sobhar nivin etetana u. Ten so evil chen pai evot vai ereten hoishim pamu ereten homologin ente anastasis ereten iri empamev ishati. نصنع ذكر آلام المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور ثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اصبروا لله بخوف ورعلا نسبحك نباركك نخدمك يا نسألك أيها الرب إلهنا نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين نسجد لصلاحك نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة يطهرها وينقلها ويسيرها قدسا لقديسيك من انت ضعيف سو ما يفوى وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له أيضا من آمين ربنا وإلهنا ومخلصنا
خلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. Make us a worthy master to partake of your holy sanctity, purification for souls, our bodies, our spirits, that you may become one body, one spirit, and may have a shared inheritance with all the saints who have placed you since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your one only holy Catholic and Apostolic Church. Lord, amen. Mercy. This which you have granted yourself, the precious blood of your Christ, keep her in peace with the Orthodox bishops who are in her foremost. Remember, O Lord, our blessed our Father, the Archbishop Patrick Abbot the II, and his spiritual brother, the Patrick of Antioch, Mary Ignatius Ephraim, and his partner in apostolic liturgy, our Father, the Bishop Amba Bono. The word of truth with him, grant them unto you, Holy Church, a shepherd of flock in peace. Remember, Lord, Orthodox Egomen's priest and deacons. Lord, have mercy. And all the servants and all who are in virgin, the pure of all your faithful people. Usku ya Rab, want arhamana kullana. ارحمنا يا الله يا قابضا الكون. Remember, Lord, the salvation of this your holy place and every place and every monastery for Orthodox fathers. Graciously accord, O Lord, to bless the air of the heaven, the fruits of the earth, the waters of the river, the seed, the herbs, and the plants of the field. This is ye. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Raise them to your measure according to your grace. Give joy to the face of the earth. May sorrows be abundant, water as fruits be plentiful. Prepare for sowing, harvesting, manage your life as deem fit. Bless the crowd dear with your goodness for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the troubled, the stranger, and for the sake of all of us who entreat and seek your holy name. For the eyes of everyone weighs upon you, for you give them their food in due season. Do it as according to your goodness, O you give food to all flesh. Fill our hearts with joy and gladness, that we too, having substance in everything always, may abound in every good deed. Who are brought to you this gift, those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought, give them all the heavenly rewards. Pray for these holy and precious gifts, our offerings, and those who have brought them. Lord, have mercy. Ship, ship,
شويس هوساني بنت بغمونو انيس انشيري انش فيني تواب انت قاريك اكتنسيون انت بشويس انت كرمافي اني تواب تيرو تفرانا كي جنب نان يوتي الثواب ني باترياش ني بروفيتيس ني أبوستولوس ني رويس ني إفانجيليستيس ني مارتيروس ني أومولوغيتيس نام ابن ماني بن الأثمي اتاف قويفو خنفنا انو زيدي ثواب انتمي انو اثو امبارتنو سنسيوني بان تيتيو توكو سثواب تيا اقيا مر ايا تيتاف كيبرو تيبي لوغو سخنو بثني نمبي أجيوس يوحناس بي برودوموس إنفاتيتس أو بارتيروس نمبي أجيوس ستيفانوس بي أرشاديكونوس أو بروتو مارتيروس نمبي تيوريموس إن إفانجيليسيس ماركوس بي أبوستولوس إثو أو مارتيروس De patriarch sen sevire satice Dios coros sen atanatios da apostolic sen pi de dolima arter and the high priest sen John Chrysostom sen Theodosios sen Theophilos sen Demetrios sen Cyr sen Basil Saint Gregory the Theologian, Saint Gregory the Wonder Worker, Saint Gregory the Armenian, the 318 Assembly of Nicaea, the 150 of Constantinople, and the 200 at Ephesus, our righteous Father, the great Abba Anthony, The righteous Abba Paul, the recent Abba Makkai, and all their children, the cross bearers, Nem Peniot Abba Johannes Bigominos, Nem Peniot Abba Pishoi, Piet Mi Piromi Entelios, Piem Henrit Entepensoti, And Agathos, our father, Papa of Tamoneski, all his disciple. My Lord, the Roman father, St. Maximus and Domitius, the 49 martyr, the elder Shehid, the strong St. Abamo. John came the priest. Our father, by Daniel the Hegoman, our father, by his Lord the priest, our father, by Pahom of Cononian and Theodore, his disciple, our father, by Shino the Archimandrite and Abawi, his disciple. All the choir of your saints, through his prayers and supplications, have mercy upon us all, and save us for the sake of your holy name, which is called upon those who read, recite the Patriarchs offering asleep, may the Lord repose their souls
and forgive us our sins. يا الله
وأخوك صالح ومحب البشر. تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع أبيك الصالح والروح القدوس البركة والسلام لجميعكم. بارك الله فيك.
خلصنا. محب البشر الصالح محيي أنفسنا يا الله الذي سلم ذاته عنا خلاصا من أجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر أيها الإله الوحيد الإنس الذي في حضن أبي يا رب ورسل الأطهار في ذلك الزمان الآن أيضا يا سيدنا أعطينا وكل شعبك يا ضابط الكل الرب إلهنا نسجد لجسدك أجمو قدامك
والسلام لجميعكم. ولروحك أيها السيد الرب إلهنا الخالق غير المرئي غير المحوي غير المستحيل غير المفحوص الذي أرسل نوره الحقيقي ابنه الوحيد يسوع المسيح الكلمة الذاتي. كل حين أتى وحل في الحاشا البتولي غير الدنيس ولدته وهي عذراء وبتوليتها مختومة. تسبحه وأجناد السماوات ترتل له صارخين قائلين قدوس 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 رب الجنود السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدام. نحن الضعفاء الخطاة اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح محب البشر لكي بقلب طاهر نسبحك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي ونرفع عيوننا إلى فوق إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. Thank you.
قريب ما بيب شو يسنن تو تسمرو شو تيسا مين كتب لما تيسو ميتا بوبوس يو بلوس كمين مين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون قدسات القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين واحد العالم القدوس واحد العالم القدوس واحد الروح القدس آمين ديري نفاسين يون كيمة ميون لي سنون يسو خريستو تويو توتي ومون أمين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين حقيقتي آمين 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 أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعلها واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم فيما آيت الرب سلام ومحبة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيدنا الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب سقف بيتي لأني إنسان خاطئ أقول كلمة أولا لتبرأ نفسي كل نفسي مغفورة لك خطيات إني مغفر وخالي من كل صلاح وليس لي سوى تحننك ورأفتك ومحبتك البشر وأنت قد تنازلت من سماء مجدك غير المدرك إلى ذلنا ارتضيت أن تولد في مزود البقر فلا ترفض يا مخلص القدوس تقبل إلى نفسي الذليلة الحقيرة
التي تنتظر حضورك البيت، إنك لم تستنكف من دخول بيت الأبرص تشفيه. اسمح يا إلهي بالدخول إلى نفسي لتطهرها، لم تمنع الخاطئة من تقبيل قدميك، فلا تحرم الدنو منك تناول جسدك الطاهر ودمك الأقدس، بل فليصر تناول اشتراك معك إبادة كل ما هو دنس، إماتة أهواء الدنيا، العمل بوصياك المحيط، شفاء نفسي وجسدي من كل خطيئة، قبول مواهبك، سكنى نعمتك، حلول روحك، الاتحاد بيك والثبات فيك، لأحيا لمجد اسمك القدوس. آمين.
Yeah.
تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض كن لنا كفرنا عافنا اليوم ولنا ذنوبنا كما نغفر أيضا للمذنبين عليك ولا تدخلنا في تجربة لكن اهدنا من الشرير بالمسيح صاحبنا إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة محبة تعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.
التجربة، لكن نجينا من الشرير والمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة مسؤول عليك، كفيتني صغيرين.